النتورك اللي ورا راوتر 2 اسمها كده 2 كولن كولن سلاش 64، والنتورك اللي ورا راوتر 1 اسمها 1 كولن كولن سلاش 64. هنا راوتر 1 على الانترفيس اللي اسمه سيريال 0 سلاش 1 هياخد اي بي ادرس اسمه 12 كولن كولن 1، بس كده انتهى الاي بي ادرس. ده كله الاي بي ادرس من اوله لاخره. عندك هنا ادي فيلد وادي فيلد كمان، يبقى في النص هنا ناقص 6، الستة دول كلهم بصفار. هنشوف دلوقتي في الاساينمنت لما نخش ندي الاي بي ادرس بايدينا نلاقي ان احنا كتبناه باي شكل، هو حتى بيختصره عشان يسهل علينا حتى قرايته لما يبقى الاي بي ادرس طويل. هنا عندنا انترفيس تاني هيبقى 1 كولن كولن وفي الاخر 1. كده احنا ندي الاي بي ادرس ستاتيكلي بايدينا. بالنسبه للدايناميك اساينمنت، في منها انك تستخدم دي اتش سي بي سيرفر، ودي بيسموها ستيتفول اساينمنت، يا اما تستخدم اوتو اساينمنت. بالنسبه للستيتفول اعتقد كفايه ال واحده. ستيتفول اساينمنت ان انت عندك سيرفر، السيرفر ده انت حاطط عليه الاي بي ادرس، وكل شويه واحد بيبعت ريكوست يقول له فين يا عم الاي بي، انا عايز اي بي ادرس. يوم هو ايه باعت له اي بي ادرس، والقصه اللي هي ايه شبه اي بي فيرجن 4 دي. تمام. الاوتو ظريفه قوي بقى. الاوتو ان انت بتدي اي بي ادرس للانترفيس كويس من غير ما تحدده بايدك ستاتيك باي شكل من الاشكال، ومن غير ما يكون عندك دي اتش سي بي سيرفر. بس الظريف فيها ايه بقى؟ ان انت في الاوتو بتدي اي بي ادرس، او السيستم بقى طبعا انت بتديش، السيستم بياخد اي بي ادرس في نفس النتورك اللي فيها الراوتر اللي موجود، وبياخد اي بي ادرس ينفع يتكلم بيه مع كل الدنيا. بمعنى ان احنا هنا لو شغالين اي بي فيرجن 4 وبي سي 1 ما خدش اي بي ادرس، وقلنا له خد الاي بي ادرس دايناميكلي، هيحاول ياخد الاي بي ادرس، مفيش سيرفر يرد عليه او يديله اي بي ادرس، بيدي نفسه اي بي ادرس 169. طبعا في الحاله دي ما يقدرش يتكلم مع الراوتر بتاعه. تمام. في اي بي في 6 اوتو اساينمنت اللي بيحصل ان البي سي بيبعت رسائل، اوكي بيقول فيها انا عايز اخد اي بي ادرس وانا ما عنديش، طب هل في راوتر هنا؟ استخدم بقى ايه الفيتشرز بتاعت النيبر ديسكفري والرسائل بتاعت الراوترز في اي بي في 6 بتبعت رسائل تقول فيها ان انا راوتر وانا موجود وانا شغال في النتورك اللي اسمها كذا كذا، بيسموها ار اي، يعني الراوتر بيبعت راوتر ادفرتايزمنت. اوكي. وممكن البي سي يبعت يسال عن راوتر باستخدام رسالة اسمها router solicitation، يسأل فيها هل في router هنا. فده بيؤدي الى ان البي سي من غير ما يبقى عنده اي بي ادرس بيبعت رسالة يقول فيها router بعد اذنك ابعت لي الايه النتورك اي دي بتاعك، انا عايز اعرفه عشان خاطر انا عايز ادي لنفسي اي بي ادرس في نفس النتورك. فبيعرف النتورك اي دي من الراوتر، وبعد كده هو ايه طالما معاك الجزء بتاع النتورك بيبقى ناقص في الاي بي ادرس الجزء بتاع الهوست. ودي بصراحه مشكله، لان البي سي لو ادى لنفسه اي بي ادرس من مزاجه ده ممكن يعمل كونفليكت مع حد تاني. فازاي نضمن ان احنا البي سي بتاعنا ياخد اي بي ادرس ما يعملش كونفليكت مع حد تاني؟ في اي بي في 6 احنا عندنا ميزه هي ميزه وعيب في نفس الوقت، ان احنا عندنا الجزء بتاع في الاي بي ادرس الجزء بتاع الهوست 64 بت. ميزه ان هي كبيره وعيب في نفس الوقت ان هي كبيره، فطلب مننا كتابه كتير. مثلا الجزء ده عشان نضمن ان احنا ناخد اي بي ادرس يونيك، يعني مثلا انت عندنا هنا بي سي 1 لما يجي يبعت راوتر سوليسيتيشن مسج يقول فيها يا راوتر انت موجود او في راوتر هنا، والراوتر يبعت له يقول له اه انا موجود في نتورك اسمها 1 كولن كولن سلاش 64 كده، البي سي يعرف النتورك اي دي. طب عايز يحط الجزء بتاع الهوست، فيعمل ايه بقى عشان يضمن ان هو ياخد اي بي ادرس يونيك؟ يجي على الجزء بتاع الهوست يقوم حاطط فيه الماك ادرس، حط فيه الماك ادرس. وبصراحه بقى في حاجه ان الماك ادرس اصلا
هو عبارة عن 48 بت، فانت عايز تحط 48 بت جوه 64 بت، ال64 كده لسه باقي 16 بت، فبيحط كود معين كده هنبص عليه مع بعض كمان شوية لما نشوف الاساينمنت دي بتحصل ازاي، بحيث ان هو يضمن. طبعا طالما حط الماك ادرس جوه الاي بي ادرس، الماك ادرس المفروض ان هو ما بيتكررش، فده يؤدي الى ان يبقى معاه اي بي ادرس يونيك ولا ايه؟ طيب تعالوا نشوف بقى القصص دي، تعالوا نشوف الكونفيجريشن بتاعتنا ممكن تحصل ازاي. ازاي نخش على الراوتر ونديله اي بي ادرسز على الانترفيسز، سيريال انترفيس والفاست ايثرنت انترفيس اللي على الناحيه الثانيه، وازاي ان احنا ممكن ندي بي سي زي البي سي اللي هنا ده اي بي ادرس بايدينا، او نخلي السيستم ياخد اي بي ادرس بي اوتو، يعني ياخد الاي بي ادرس كده من غير ما احنا ندهوله، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه دي اتش سي بي سيرفر. ازاي القصه دي ممكن تحصل؟ تعالوا نعمل كونفيجريشن ل راوتر 1 على الانترفيسز بتاعته وبي سي 1. افكركم بحاجه، ان بالنسبه لبي سي 1 وبي سي 2 هم عباره عن راوترز برضو، بس احنا مخليينهم يشتغلوا كانهم بي سيز، يعني كانهم كده عاملين فيها يعني اند سيستمز، لكن هم في الحقيقه هم سيسكو راوترز احنا موصلينهم ب راوتر 1 و 2. اوكي، فتعالوا نشوف الكونفيجريشن ممكن تحصل ازاي. انا هنا هروح على راوتر 1، وعلى راوتر 1 عايز ادي بقى كونفيجريشن زي ما اتفقنا، فهقول له ان انا على انترفيس سيريال 0/1 عايز ادي اي بي في 6 ادرس، ودي اكتب الادرس بتاعي. الظريف في سيسكو كوماندز ان هم استخدموا تقريبا نفس الكوماندز اللي احنا متعودين عليها في اي بي فيرجن 4، مع تغيير ان هو بيجي مثلا انت عايز تكتب حاجه ليها علاقه باي بي في 6 بتكتب في 6. فانت متعود ان انت لما تحط اي بي ادرس على انترفيس في اي بي فيرجن 4 على سيسكو راوتر، بتخش على الانترفيس وبعد كده بتقول له اي بي اي كي ادرس، هنا انت هتحط اي بي في 6 ادرس فبتزود في 6. هنلاحظ بقى معظم الكوماندز ما كانتش كلها شغاله بنفس النظام كده، ان انت بتكتب بدل اي بي بس تكتب اي بي في 6، وبعد كده معظم الكوماندز زي ما اتفقنا متشابهه. تعالوا نكتب الاي بي ادرس، هنروح نقول له اي بي في 6 ادرس ونكتب الادرس بتاعنا ده بالنسبه للسيريال 0/1، هنديله 12 كولن كولن 1 والبريفكس لينث، ودي حاجه من الحاجات الظريفه ان البريفكس لينث بيتكتب فعلا كده، بيتكتب بشكله، ما نقعدش نكتب زي اي بي فيرجن 4 سبنت ماسك. السبنت ماسك طبعا هيبقى مشوار، احنا بنتكلم على 128 بت بيتكتبوا هكس ديسيمال، فانت تقعد تكتب اف 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 مشوار طويل جدا. فالظريف ان احنا بنكتب البريفكس لينث على سيسكو راوترز، وكده احنا ادينا اي بي ادرس، ندوس انتر، يبقى انا كده اديت اي بي ادرس على انترفيس سيريال 0/1. تعالوا نستعرض حاله الانترفيس، احنا كنا بنستخدم شو اي بي انترفيس كذا كذا، المره دي هنقول له شو اي بي في 6 انترفيس سيريال 0/1 انتر. هنلاحظ ان هو بيقول لي ان الانترفيس كذا كذا ده عباره عن اسمه سيريال كذا كذا، ده اب اب لاير 1 لاير 2. اي بي في 6 از انيبلد، هو ما بيبقاش انيبلد باي ديفولت بالمناسبه على اي او اس لغايه فيرجن 14، سوري فيرجن 12.4 12 و4. فانت بمجرد ما بتدي اي بي ادرس للانترفيس كده انت فعلت اي بي فيرجن 6، وهو بالمناسبه بمجرد ما بتفعل اي بي في 6 بيدي لنفسه لينك لوكال ادرس. اتفقنا كنا قبل كده قلنا ان اللينك لوكال ادرس بيبدا ب اف اي 80. طب اف اي 80 وادي الجزء بتاع النتورك، طب بقيه الجزء التاني في الاي بي اللي هو الجزء يعني بتاع الهوست بيجيبه منين؟ ده الماك ادرس، ده الماك ادرس بس مع تعديل بسيط. اوكي، بيجيب ماك ادرس من على الراوتر، طبعا السيريال انترفيس ده سيريال انترفيس فما لهوش ماك ادرس، فبيجيب ماك ادرس من على الراوتر. هنبقى نقارن ما بينهم كمان شويه، ان يهمني دلوقتي اوضحه
ان انا بمجرد ما دخلت على الانترفيس وقلت له IPv6 address، خد الادرس اللي هو 12 colon colon 1 slash 64، هلاحظ ان هو بيقول لي ان الانترفيس ده دلوقتي واخد global unicast address، ده IP address ينفع استخدامه مع اي حد في الدنيا. اوكي، الاي بي ادرس ده اسمه 12 colon colon 1، وده جوه سبنت اسمها 12 colon colon slash 64، وبيجوين شويه مالتي كاست جروبس. على سبيل المثال المالتي كاست ادرس دوت، ده مالتي كاست ادرس اي سيستم بيسبورت اي بي في 6 لازم يستخدم المالتي كاست ادرس دوت في الاستقبال، بمعنى ان اي رساله رايحه الى الماك ادرس ده ساعتها الايه السيستم لازم يفتحها ويقرا محتوياتها. بالمناسبه البرودكاست مش موجود في اي بي في 6، البرودكاست مش موجود في اي بي في 6، وممكن نعتبر المالتي كاست ده مكان البرودكاست، لان فعليا الماك ادرس ده، انا اسف، الاي بي ادرس ده، معلش هو بادئ ب اف اف فملخبطني. اي بي في 6 ادرس ده عباره عن مالتي كاست ادرس، بس اي سيستم بيسبورت اي بي في 6 لازم يقرا محتويات الرسائل اللي مبعوثه الى الاي بي ادرس ده، فيمكن اعتباره ببساطه برودكاست. بس تكنيكلي في اي بي في 6 احنا بنقول ان البرودكاست مش موجود، اتلغى. تمام، فكده بالنسبه لي انترفيس سيريال 0/1. تعال نخش على انترفيس فاست ايثرنت 0/1، يديله اي بي ادرس برضو، بس هنقول له اي بي في 6 ادرس لازم عشان نكتب الاي بي ادرس بتاعنا. تعالوا نكتب الاي بي ادرس دوت فول فورم، نكتبه كده بشكله الايه الكامل، لان احنا هنا مختصرين 1 colon colon slash 64 وقلنا هياخد في الاخر واحد. تعالوا نكتب بقى ايه الرقم ده كاملا، لو عايزين نكتبه كاملا يتكتب بقى كده، بعد كده 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تمام، وفي الاخر خالص نكتب 1 2 3 1. انا كده عندي ادي اول فيلد، الثاني، الثالث، الرابع، خامس، سادس، سابع، نسيت واحد، فهنرجع ورا شويه ونحط فيلد كمان اللي هم كلهم 8. كده انا كتبت الاي بي ادرس كامل. اوكي، اللي هيحصل عملا ان الثلاثه دول هيختصروا، والثلاثه دول هيختصروا، والسته فيلدز اللي في النص دول سيتم اختصارهم الى كولن كولن. تعالوا نكتب سلاش 64 وندوس انتر. تمام، دلوقتي لو استعرضت الانترفيس ده هلاقي الراوتر اختصر هو ايه الاي بي ادرس. اوكي، انا كنت كاتب اي بي ادرس طويل شويه. اوكي، فهيختصره هو الى الاختصار بتاعه. تمام، اوكي، فانا كده اديت اي بي ادرسز على راوتر 1 على اتنين انترفيسز. يتبقى حاجة عشان خاطر راوتر 1 يشتغل راوتر فعلا، لان باي ديفولت على الاي او اس 12 لغاية 12.4 اي بي في 6 راوتنج مش شغال باي ديفولت، احنا بنحتاج نعمل له انيبل. عشان تعمل كده بتستخدم الامر ده اي بي يونيكاست، اي بي في 6 يونيكاست هايفن راوتنج انتر. كده احنا خلينا راوتر 1 يبقى اي بي في 6 راوتر، يعني يعمل راوتنج لاي بي في 6، يعني يسمح بقى للراوتنج بروتوكولز ان هي تشتغل.